السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب. التروفي هذا لازم تكون مطلع خاصية التجمد. أطقهم؟ لا ما أطقهم، أجمدهم ولما يرموني أخلي الطلقة تحوشهم وبس، تسحبهم على الطلقة يعني، تجمدهم وقت لما يرميك تسحب على الطلقة. الفكرة انك تجمد العدو وتسحبها على الطلقة بس. لحظة، مثلا نسحب منه، لا كحشته سحبته على الطلقة، الحين يطلع التروفي ان شاء الله.